يصف لنا دكتور وين داير طريقة جديدة للشعور بالرضا في كتابه الأخير قوة النية، وهي تعلم كيف تساهم في خلق عالمك الخاص على طريقتك الخاصة. وقد سئل دكتور وين داير عن النية فقال: النية هي الفرق بين التحفيز والإلهام. التحفيز هو أن تراودك فكرة ما وأن لا تتركها حتى تجعلها واقعاً. أما الإلهام فهو العكس، هو أن تسيطر عليك فكرة ما وأن تشعر أنك مرغم على أن تترك تلك النزوة أو الطاقة تتحكم بك. ستصل إلى مرحلة ما تدرك فيها أنك لست المتحكم، هناك قوة دافعة بداخلك ولا يمكن إيقافها. انظر إلى العظماء من الرياضيين والموسيقيين والفنانين والكتاب، جميعهم يتواصلون مع المصدر الله، الطاقة الروحانية الداخلية. ويقدم لنا دكتور وين داير 8 طرق لاستخدام قوة النية والإحساس بالسعادة كل يوم. أولاً، عليك أن تجعل التأمل عادة منتظمة في حياتك، أن تأخذ وقتاً لتهدأ لتغوص في أعماقك، ومن هذا السكون كون اتصالاً واعياً مع مصدر النية. فقط وجه شعورك نحوه. ثانياً، كن واعياً لما تأكل. الأطعمة القلوية مثل الفواكه والخضروات والمكسرات وفول الصويا والخبز الخالي من الخميرة وزيت الزيتون البكر هي أطعمة مليئة بالطاقة وستجعلك أقوى. أما الأطعمة عالية الحمضية مثل المعجنات واللحوم والألبان والسكريات تخفض من طاقتك وتضعفك. رابعاً، اهتم كثيراً للطاقة الموسيقية التي تستمع إليها، فبعض الموسيقى الراب مليئة بالألفاظ البذيئة ورسائل عن القتل، تستنزف طاقتك، بينما الموسيقى التي لها تأثير مهدئ ولطيف تؤثر على الروح وقد أثبت أن لها فوائد كثيرة. ثالثاً، ابتعد عن المواد ذات الطاقة المتدنية كالكحول والسجائر والكافيين والسكر وبشكل عام كل أنواع المخدرات، فإنها تخفض من مستوى طاقة جسمك وتضعفك أيضاً. الطريقة الخامسة هي الاهتمام بطاقة منزلك. حاول جاهداً أن تجعل بيئته نظيفة ومريحة ومرحة ومليئة بالسلام. سادساً، قم بتقليل مشاهدتك لبرامج التلفزيون، فإنها أيضاً متدنية الطاقة، فقد يشاهد الأطفال حوالي 12,000 جريمة قتل ممثلة على التلفزيون قبل بلوغ سن 14. كما أن برامج الأخبار تركز على المشاكل والأشياء القبيحة وتهمل الحديث عن الأشياء الجيدة. الطريقة السابعة، ادعم طاقتك بالصور الفوتوغرافية. كل صورة فوتوغرافية تحتوي على الطاقة، فاحمل معك واعرض صور اللحظات السعيدة والحب في حياتك. أما الطريقة الثامنة والأخيرة، كن واعيا لمستوى طاقة صحبتك، أصدقائك وعائلتك. اختر أن تكون ملازما لهؤلاء الذين يشعرونك بالقوة والذين يرون الجوانب الرائعة فيك، وهؤلاء الذين يشعرون بالاتصال مع أرواحهم. أخيرا، يعتقد دكتور وين داير أنك إذا طبقت الطرق السابقة ستشعر بالسكون حيث كنت تشعر بالقلق سابقا، وستترك الأشخاص الذين تقابلهم وهم يشعرون أن طاقتهم قد تم شحنها، فسيرغبون بالوجود بالقرب منك. ستبدأ برؤية المعجزات تحدث لك في حياتك، وستجد وفرة غير متوقعة، وستشعر أيضا بالتعاون مع الكون بدلا من أن تشعر أنه يعمل ضدك.